بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أهلا بكم في أولى حلقاتنا اللي اتفقنا إن احنا هنبدأ ننزلها أسبوعيا زي ما اتكلمنا في الفيديو التعريفي قبل كده. بشكر كل الناس اللي تفاعلت معايا، وبشكر كل حد عمل لايك أو شير للفيديو، وبناء على إن في ناس اتكلمت معايا في موضوع الكورونا فيروس. فاحنا هنستعرض حاجة بسيطة جدا عن كورونا فيروس، يمكن مفيش ناس كتير قالتها. ان هو طبعا هو عبارة عن RNA فيروس، الناس كلها عارفة تقريبا المعلومة دي. السبايكس بتاعته اللي موجودة على السيرفس بتاع الخلية نفسها، او على السيرفس بتاع الفيروس نفسه، على جدار الفيروس نفسه، هي عبارة عن كلاب شيب سبايكس، يعني بروزات نهايات زي كؤوس كده. طبعا الفيروس ده زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان هو قديم ومستوطن في دوله زي السعوديه، وكان بيتنقل عن طريق الجمال، وفي دوله زي مصر برضو. الفيروس ده يا جماعه خطورته في انتشاره، يعني خطورته في ان هو سريع الانتشار جدا جدا. الانكيوبيشن بيريد بتاعته او اللي هي فتره حضانه الفيروس بتاعته، فتره حضانه الفيروس عاليه جدا، من يومين ل 10 ايام، ممكن توصل 14 يوم. بيصيب الجهاز التنفسي في الابر ريسبيرتوري سيستم، بيصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. في 2002 ظهر عندنا مرض اسمه السارس، اللي هو سيفير اكيوت ريسبيرتوري سيندروم. ده كان احد انواع الكورونا فيروس، هو اللي عمل الاصابه دي، هو اللي عمل ده. كان ظهر في الصين وانتشر عن دول العالم كلها بسرعه شديده جدا، يعني انه بينتشر عن طريق الانهيليشن، عن طريق التنفس في الهواء، بيتنشر عن طريق الدايركت كونتاكتس، دايركت واندايركت كونتاكتس، تلامس كلوزد كونتاكتس. طبعا يا جماعه خطورته في ان المورتاليتي بتاعته عاليه، نسبه الوفيات فيه توصل 10%. ربنا يعافي الناس كلها ويبعد عن الناس كلها الشر والامراض، اللهم امين يا رب، ويقي العالم شر الوباء ده ان شاء الله. ولو اتكلمنا عن دوله زي امريكا، او دوله زي ايطاليا، او دوله زي الصين، تعاملوا مع الموضوع باستهتار في الاول، وكان عشان عجله الحياه تدور. فطبعا الموضوع ازداد سوء جدا معاهم، حصل حالات وفاه كثيره جدا، المرض انتشر بصوره غير طبيعيه. فرجاء من الناس ان هي تلزم بيوتها، رجاء من الناس تحافظ دايما على ان هي يبقى معاها المعقمات، تعقم اي حاجه بتمسكها زي المفاتيح، مقابض البيبان، الترابيزات، اي حاجه بتعمل لها تلامس مباشر. لو حتى اخذت فلوس من حد، حاول انك تعقم ايدك، حاول لو في معاك السبراي مش الجل، حاول ترش على الفلوس نفسها. نحاول نلزم بالحظر، لان ده في مصلحتنا، صدقوني في مصلحه الناس كلها ان هي تلتزم بالحظر، ومهم جدا جدا ان الناس تلتزم بالحظر. ده خوفا عليكم ومش لحاجه تانية، تمام؟ ده بالنسبه لما يخص الكورونا. بقى نغسل ايدينا طبعا بالميه والصابون كويس لمده 20 ثانيه. طرق غسل الايدين موجوده كتير جدا على اليوتيوب. نحاول دايما لما نيجي نعطس نستخدم منطقه الكوع، ما نعطسش في ايدينا. لو احنا بره البيت ما نعملش تلامس لوشنا مباشر، حتى لو عايزين نلمس وشنا او حاجه، معنا المعقم بنعقم ايدينا كويس جدا، وبعدين ما فيش مشكله، حذر برضو. وربنا يقينا جميعا شر المرض ده. نتكلم بقى عن النقطه اللي اتكلمنا فيها قبل كده، ان احنا كنا هنستعرضها الاسبوع ده، وهي انت لما تيجي تفتح صيدليه بيطريه، ايه اهم الحاجات اللي تبقى متوفره عندك؟ اولا لازم يكون عندك يعني شيء من الاكسبيرينس، خبره. مش لازم تبقى خبره كبيره قوي، كلنا بنتعلم، كلنا بدانا بنتعلم، محدش فجاه نفسه دكتور كبير. الممارسه والحالات والقرايه المستمره بتخليك دايما يبقى عندك اوير، يبقى عندك ابديت دايما بالامراض، ابديت بالعلاجات، انك تعرف تستخدم التريتمنت الصح، توجه الماده الفعاله بتاعت العلاج للتارجت تيشو او للمرض المستهدف، بحيث ان العلاج يبقى مظبوط. الحاجات دي كلها مهم يبقى عندك اوير بيها. دي اول حاجه قبل راس المال وقبل اي حاجه، يبقى عندك قابليه او عندك استعداد انك تشتغل الشغل ده، شغلانه الطبيب البيطري، اللي اصلا انت اتخرجت من الكليه عشان تشتغلها، مش شغلانه مناديب المبيعات. مع احترامي شديد، انا اشتغلت مندوب قبل كده، بس مناديب دعايه كمان ومناديب مبيعات، بس صدقوني احنا مهنتنا ارقى من كده بكتير، وتستاهل مننا اكتر من كده بكتير. حاجه تانية، يبقى معاك راس مال. راس مالك بيحدد انت ممكن تفتح ايه، اهتمامك بانهي سبيشيز. لو انت هتتخصص
في البيتس، لو انت عايز تتخصص في الروميننس اللي هي اللارج انيمالز، الحيوانات المنزليه اللي هي التربيه اللي زي الابقار، الاغنام، الجمال، الكلام ده كله، او ان انت هتتخصص في الدواجن. في ناس زملاء كتير اعزاء متخصصين في الدواجن وعاملين شغل كويس جدا جدا جدا. ده بيحدد بقى انت لو اي تخصص من دول هتفتح مثلا حاجه في اللارج انيمال، هتفتح مكان ريفي بحت، هتفتح حاجه للدواجن برضو في منطقه فيها مزارع دواجن او فيها محطات دواجن، هتفتح حاجه بيتس، هتفتح في قلب في سنتر المدينه نفسه. راس مالك بيحدد برضو انت هتفرش الصيدليه ادويه شكلها ايه. طبعا هنتكلم في الحلقات اللي جايه بعد كده تقسيمات الادويه اللي هنحتاجها في كل نوع من انواع الصيدليات، يعني بالماده الفعاله بتاعتها، وببعض الاسماء التجاريه المشهوره جدا. مش دعايه مننا لاي شركه، بس يعني عشان تبقى الصوره واضحه للي بيسمعنا وللي بيشوفنا. تقسيم الصيدليه تقسمه ازاي، ايه التقسيمات الاساسيه اللي انت محتاج تحطها في الصيدليه بتاعتك، من انتي بايوتكس بقى، من مالتي فيتامينز، من ادوات، من اكسسوارز، من يعني حتى الفاكسينيشن، كل الحاجات دي مهمة جدا. هنتكلم بعد كده ان شاء الله عن كل برودكت على حدة. يعني هناخد كل مثلا هنقسم حلقات انتي بايوتكس، مثلا ناخد حاجة زي الاوكسيتراسايكلين، حاجة زي الدوكسي، حاجة زي الاوكسي، حاجة زي الاموكسي، حاجة زي التايلوزين. هناخد مضادات حيوية، بعد كده ناخد الفيتامينز واهمية كل واحد فيهم بيشتغل على ايه بالظبط. احنا بس في الحلقة دي قلنا نوجه كل واحد انت لما تيجي تفتح الصيدلية تفتحها ازاي. طبعا مهم جدا انك لما تيجي تختار المنطقة اللي هتفتح فيها الصيدلية تشوف احتياج المنطقة دي محتاجة ايه بالظبط. يعني المنطقة دي محتاجة ايه بالظبط منك؟ هل محتاجة منك حاجة للبيتس وانت مستعد تفتح بيتس؟ هل محتاجة منك حاجة للروميننتس لارج انيمالز؟ هل محتاجة حاجة منك للدواجن؟ تشوف وانت برضو ميولك ايه، تشتغل ايه اكتر، انت مهتم بايه اكتر، ايه اللي هتقدر تدي فيه اكتر. تمام، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وان شاء الله الحلقه الجايه هنبدا نتكلم بقى عن تقسيم الصيدليه، نقسمها ازاي، نحط الانتيبيوتكس، نحط الانتي بارازيتكس، نحط الاكسسوارز، نحط المالتي فيتامينز، نحط الفاكسينيشن ازاي، مواصفات الصيدليه تبقى عامله ازاي، كل صيدليه ايه الحاجات اللي موفرها فيها. وهنحاول على قد ما نقدر نستعرض برودكت من البرودكتس اللي احنا عايزين يعني نتكلم عنهم، ماده فعاله، ونبدا نستعرضها من اول التركيب بتاعها والانديكيشن والويدرول بتاعها والسايد افكتس بتاعتها والدوزز بتاعتها كلها ان شاء الله. واتمنى يا رب يبقى المحتوى بتاع الحلقه دي كان مفيد. دايما احنا هنتملي هنتكلم في حلقات صغيره، مش عايزين نطول في الفيديوز قوي عشان ما يبقاش الموضوع ممل. وان شاء الله هنتقابل زي ما قلنا قبل كده وانا هنا كل اسبوع كل خميس. في نهايه الفيديو احب اقول شكرا لكل الناس اللي بتدعمنا، وشكرا لكل الناس اللي هتدعمنا، واتمنى يبقى في لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتنا وتشيروا الفيديو بتاعنا ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو نحب نقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.